السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة. ماذا يريد الناس من الحكومة الجديدة؟ منذ تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستقالتها تصاعدت التكهنات، وربما الأماني بضرورة استبعاد وزراء بعينهم، ربما لأنهم لم يقدموا شيئا لإرضاء المواطن، أو ربما أساءوا إليه حتى جعلوه يعد الساعات لخروجهم من مناصبهم. ومهما تكن الأسباب التي جعلت الناس تأخذ موقفا من وزراء بعينهم، فإن سقف الطموحات كان أكبر مما حدث، فالناس تتوقع أن يجري تغيير الوزراء كلها دون الإبقاء على أحد. ذلك أن موجات التضخم والغلاء وتحريك الأسعار للسلع والخدمات التي بادرت الحكومة برفعها، وارتفاع سقف الدين دون وجود حلول جوهرية توقف هذا النزيف، يجعل المواطن يأمل أن تتغير تلك الحكومة التي تسببت في تحميل فاتورة الإصلاح وأعبائه الكبرى التي أرهقت، دون أن تقول له بوضوح متى يجني ثمار تعبئة وصبره. كثرت الاجتهادات، وكلما تأخرت التغيرات ارتفعت بورصة التكهنات، لكنها في النهاية مجرد اجتهادات تعبر عن حالة مجتمعية تتطلع للتغيير الجوهري، لا يقف عند الوجوه التي سئمنا منها، بل تجاوزت سقف الطموح تغيير السياسات وليس الأشخاص. الناس تريد تغييرات كبيرة في الوزراء، تريد وجوها جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات ومن الكوادر التي تتمتع بحس سياسي يعيد المنصب الوزير بريقه واعتباره للناس. يريدون وزراء يحنون عليهم ويتفرقون بهم، لا وزراء يفضلون أسهل الحلول باللجوء لمزيد من الضغط على المواطن والتركيز على جيبه. ولعل ما يرفع سقف الطموحات في التعديل الوزاري الوشيك مما نسب إلى مصادر رفيعة المستوى بأنه تم وضع شروط خاصة بناء على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وأماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحمل الاقتصادي. ما أحوجنا لأهل الخبرة والكفاءات المهنية والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة والتخصص والاحتكام للعلم لتحسين الأداء وتحسين مخاطبة الرأي العام والارتقاء بالخدمات الجماهيرية في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم والعناية بمحدودية الدخل والفئات الأكثر احتياجا. الوزير السياسي هو أكثر مما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لجسر الفجوة بين المواطنين وحكومتهم وتعزيز المصداقية بين الحكومة بمزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحسوبية والوسطية والتناغم بين جميع الوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة، حتى يكمن للحكومة الاطلاع بمسؤوليتها وأداء مهامها بشكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجدول الزمني المحدد. نتمنى أن يوافق الدكتور مصطفى مدبولي في اختيار وزرائه الجدد، لا سيما المجموعة الاقتصادية التي تنظرها مهام جسام لخفض الديون التي تبتلع فوائدها جانبا كبير من الميزانية، وبناء مشروعات إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي وتتجه للتصدير وتوفير العملة الصعبة، ووقف أي تحريك جديد للأسعار حتى يلتقط المواطن أنفاسه، وتعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي ورفع منسوب الأمل والرضا بين المواطن، وتلك مستهدفات لا تتحمل التأجيل ولا التسويف. نريد حكومة تحترم الإنسان وتعيد إليه كرامته وتعمل على تحسين معيشته وفق الغلاء في السلع والخدمات وعودة الجنيه المصري إلى سابق عهده. والسؤال، هل يمكن لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة تحقيق هذه، وهو الذي أوصلنا من حكومته السابقة لهذا الحال الذي نحن عليه الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله.